مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم في القسم الثاني والاخير من حلقتنا لهذه الليله، وهو القسم الحواري، وهيكون لنا في يعني حوار مع ضيفنا الكريم حول اهم المبادرات الرئاسيه اللي طرحت في خلال السنوات الفائته وحتى الان، والى اي مدى كان لها مردود ايجابي جدا على المواطن المصري بكل طوائفه وبكل فئاته. يسعدنا يكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ عبد الحميد سيد سليم، مدير إدارة أسوان الاجتماعية، وحديث حول هذا الموضوع. أهلا وحضرتك. سلام. أهلا وسهلا دائما لك فيك أستاذ عبد الحميد. في البداية خلينا نذكر السادة المشاهدين بأهم هذه المبادرات الرئاسية والخدمات اللي بتقدمها للمواطنين، وتحديدا المواطنين الأكثر احتياجا. والله المبادرات يعني في أكثر من مبادرة، يعني احنا بدينا من أكثر من سنتين ثلاثة في حاجة اسمها مبادرة 2 كفاية، دي خاصة بموضوع الأمور الصحية. ودي بالضبط كان ليها مردود، لأن هي اختيارات الجمعيات اللي أكثر احتياجا. يعني احنا عملنا 2 كفاية، كان في جمعية النهضة الإسلامية بكيما خذت قطاع كبير من سكان كيما والنهضة والسنية، دي برضو فئات كان في أشد احتياج للموضوع 2 كفاية. خدنا جمعية تانية، جمعية بني هلال، من غير ذكر أسماء يعني أقصد لحنا كجمعيات. والجمعيات دي بتخدم عدد كبير من النطاق التابع ليها. فالنطاق ده بيخدم عدد كبير من الناس اللي أشد احتياجا للأمور دي. فطبعا المبادرات دي مبادرات ممتازة، زي في مبادرة بداية اللي برضو عامل شغل غير عادي، برضو مسؤولة عن ايه تحديدا او اتعملت برضو كله هو بيت برضو خاصة بالفئات المجتمع، بتقدم خدمات على كل المستويات، على كل المستويات، مش متخصصة مثلا في قطاع طبي، لا لا، على كل المستويات. بيقبل لها دور بارز ودور ايجابي للناس، وليه مردود اصلا محترم جدا للناس. المردود بتحسوا بيه انتوا ازاي يا استاذ؟ بنحسه من الناس ان هي متجاوبة اصلا مع المبادرة، والمبادرة بالظبط ليها تفاعل، وبيبقى في متابعه من الوزاره مره واثنين وثلاثه، وفي بيبقى هيك وظيفي، وفي برضه الوزاره بتتابع الامور وبتتابع الخدمات والفئه، بتشوف النتائج شكلها ايه. طبعا ان في فئه مستهدفه وفي عدد مستفيدين والكلام ده بتتابعه، وعلى اساسه ان هي بيبان النجاح من خلال الفعاليات دي، ومن خلال ان في تقارير بتيجي، لان البدره دي مدعمه من الوزاره بناء على التقارير والخدمات والمردود الفعال مع الناس، عشان كده برضو بتبدأ بتكمل معنا. الناس ازاي بتعرف ان في مبادرة ما هتقدم لهم خدمات ما في مكان معين او في احدى الجمعيات؟ ازاي بيوصلهم الخبر ده؟ هل فقط عن طريق وسائل الاعلام، ولا انتوا ليكوا برضو طريقه معينه بتعرفوا بيها الناس؟ طبعا هي في مبادره، اولا المبادره بالنسبه احنا بنختار بالظبط مثلا المبادره مثلا زي 2 كفايه، بنختار الاماكن اللي اشد احتياجا. يعني انا ما نجيبش مثلا 2 كفايه في اسوان ودكاتره ودين، لا، انا نختار مثلا مكان زي كيما، الحكروب، الحاجات دي في اشد احتياج بالنسبه للاسر. والأسر برضو في أسر معدمة، أو في أسر يعني في أشد الاحتياج للمبادرة دي ودورها. يعني أيوة، ممكن أعرف يعني إيه 2 كفاية؟ تفسير الكلمة نفسها. هي 2 كفاية خاصة بمجال الصحة والتنظيم وال يعني رقم 2 ده معناه إيه؟ يعني هل تقصده في مسألة الإنجاب إن عندنا طفلين ممكن مثلا كفاية؟ ممكن طبعا. إنه برضو بيدخل فيها شيء أساسي موضوع الإنجاب. طبعاً. لأن الديها برضو بديها وسائل. بديها حاجات. المشكلات اللي إحنا بنواجهها طبعاً. وبديها وسائل، وبديها وسيلة المناسبة لكل ست. وبرضو في متابعة، وفي دكتورة، وفي هيكل وظيفي كامل بيتابع الحالة. طيب. فعشان كده برضو الموضوع ده خد مردوده كويس جدا، عشان كده برضو مهتم بيه لغاية دلوقتي الوزارة. يعني طيب، الخدمات بقى اللي بتقدمها للمواطنين الأكثر احتياجا بشكل عام؟ والله في يعني المواضيع اللي زي دي مثلا عندي انا الادارات الفنيه والادارات الاجتماعيه بيبقى ليها دور جامد. يعني الادارات الجمعيه بتعمل نظام الابحاث الاجتماعيه، والابحاث دي بيبقى بالظبط بتروح للعميل داخل مكانه او داخل السكن بتاعه، وتشوفه بالظبط انه في شد احتياجه. بتعمل بس ده بيبقى بناء بقى على يعني طلب لا طبعا لازم العميل بيكتب طلب، مش كده يعني؟ لا، بيكتب بقى اللي بتروحوا تعملوا استكشاف مثلا لمناطق معينه. لا لا لا، هو في طلب، الطلب ده
بيروح لينا وبنروح ميداني للمكان عشان بنشوف المكان صحه البيانات الموجوده طبعا ونشوف كده، وبعدين بنطلب مني شويه مرافقات الخاصه بالحاجات الموجوده واحنا بنشوف الواقع وعلى اساسه بيروح يتحول مثلا معونه الشتاء. ومشكورا يعني السيد اللي هو المحافظ راجل مهتم، والدكتور عمرو مهتم، والاستاذ محمد يوسف وكيل الوزاره راجل مهتم جدا بالحالات اللي زي دي وبيليها دور جامد وبنساعد الناس طبيعي يعني. طب لو حبينا بقى نتكلم عن دور الجمعيات بشكل عام استاذ عبد الحميد في عمليه التنميه المستدامه، التنميه المستدامه دي يعني مطلب كبير للدوله المصريه في ظل الجمهوريه الجديده، مطلوب مننا ان احنا نحقق ده على مدار سنوات قادمه. الجمعيات الى اي مدى بيبقى ليها دور في تحقيق هذه التنميه؟ احنا والله بالنسبه للجمعيات احنا تعدى بالظبط 2000 جمعيه عندنا هنا على مستوى اسوان، منها اسوان نفسها تتعدى اكثر من 700 جمعيه. الجمعيات دي لها دور كامل، دور كامل في موضوع التنميه والتنميه المستدامه. الجمعيات دي المفروض على حسب نطاق الجمعيه وعلى حسب الميادين والاغراض التي انشات من اجلها. بالقانون قانون 49 وسع نوع المجال ووسع الاغراض والانشطه لكل جمعيه. ادى صلاحيه للجمعيه في كل حاجه. ان الجمعيه ممكن تعمل استثمار لنفسها. الجمعيه ممكن تعمل تجيب داخل عشان تساعد الناس ويبقى ليها دور بارز في التنميه بالنسبه للمجتمع، وليها دور ثاني في موضوع المساعدات الاجتماعيه. لان برضو الجمعيه بتعمل حاجه اسمها لجنه مساعدات بتساعد برضو الفئات التعبانه او الاسر الاشد احتياجا بيبقى لها دور، بجانب بتعمل حاجه اسمها مشروعات تنميه ومشروعات صغيره بيبقى لها دور بارز الجمعيات في كل حاجه. بس ده بيحتاج منكم بقى لمزيد من النشاط ومزيد من التحرك عشان تقدروا تحققوا ده وعشان تعملوا مثلا استثمارات اذا كانت فرصه انكم تعملوا. طبعا هي الجمعيات بنديها احقيه ان ممكن تعمل نوع من الاستثمار ليه؟ لان على الاقل الاعتماد على الدوله او كلام ده لا، يعني على الاقل انت عملت كمؤسسه او كجمعيه او كمنظمه عملت لنفسك كيان، عملت كيان الكيان ده يبقى ليه بالظبط سوق مالي وبيفتح بالظبط حسابه. وبدايه اي جمعيه في اشهارها لازم بيبقى ليها حساب بنكي طبعا، والحساب البنكي ده بيبقى ليها دور، الدور ده ان هي على الاقل بتجيب دخل وبتساعد الناس بناء على الكلام ده. وبتعمل مشروعات ممكن بتزود دخل لنفسها، تعمل نشاط مثلا زي نشاط حضانه، زي مركز تاهيل معاق بالنسبه للمراكز اللي هي مغاله فيها بالنسبه للناس خصوصا ولي الامر لما يكون عندي عيل تعبان او مريض او كلام ده. لا بيبقى الجمعيات بتعمل المراكز دي بناء عن ترخيص من إدارة التأهيل عندنا، وتعمل نوع من التخفيض وبتهون شوية على الأسرة أو على ولي الأمر اللي معاه ابن معاق أو ابن مريض. يعني الأفكار اللي بتطرح عشان تتنفذ دي زي مثلا فكرة دور الحضانة وغيرها، هل بتبقوا أنتوا بتنفذوها عشان حاسين أن المنطقة اللي أنتوا بتخدموها محتاجة ده، ولا هي مجرد افكار اتطرحت قبل كده فبالتالي احنا بنكرر نفس الفكره؟ لا هو الدور ده اصلا يعتبر احنا الجمعيه اللي بتنشئ النشاط ده. والجمعيه بتنشئ النشاط ده في حالتين. اولا لازم يكون النشاط ده موجود ومدرج عندها في لائحه النظام الاساسي. لائحه النظام الاساسي ده المشرع عند يعني لائحه النظام الاساسي دي لازم تبقى موجود النشاط ده. طب ولو عندك من اغراضها خلاقه استاذ عبد الحميد، يعني ممكن يبقى النشاط ده مش مدرج لكن انا عندي فكره خلاقه؟ لا ممكن لو مش مدرج يعمل حاجه اسمها اضافه او يعمل حاجه اسمها تعديل. القانون برضو يعني ما خلاش تعمل موضوع تعديل او تضيف نشاط يضاف يعني ممكن تبقى المنطقه دي محتاجه نشاط ما مش مدرج فبالتالي انا محتاجه انفذه. لا انا يوم ما انفذه لا المديريه او الوزاره او القانون لا مديك ان انت حقيقة ممكن تعمل تعديل وتعمل تعديل وتضيف النشاط ده، وبموجب ده بتعمل حاجه اسمها جمعيه عموميه غير عاديه وبتضيف النشاط وبيدرج في لائحه النظام الاساسي وتعمل النشاط ده يمكن هياخدنا نقطة أخرى بس حاسة اسمحك نجاوب عنها بعد الفاصل، وهي صفة النفع العام اللي أضيفت إليها. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر حولها بعد ما نشوف هذا الفاصل. برجع لسؤالي عن إضافة صفة النفع العام. والله بالنسبة لإضافة صفة النفع العام أغلبية الجمعيات دلوقتي
بتجري او بتسعى لاضافه صفه النفع العام للجمعيه. ليه؟ اولا صفه النفع العام دي بتديها الاحقيه ان ممكن الجهه الاداريه او الوزاره او المديريه لو الجمعيه نشطه بعد الحصول على اضافه صفه النفع العام انها تقدر تديها مشروع مسند يخدم المنطقه وتكون المديريه او الوزاره مسؤوله عنه، مسؤوله عنه ماليا، مسؤوله عنه اشرافيا في كل حاجه. الحاجه دي او الصفه دي او الاضافه دي لازم يكون اضافه صفه النفع العام. طيب صفه النفع العام دي الجمعيه نفسها هتعمل ازاي فيه؟ صفه النفع العام الجمعيه لازم يكون الحساب الختام بتاعها عالي، حسابها يعني ما يجيش اي جمعيه تعمل صفه النفع العام. لان الموضوع ده بيتاخد ترخيصه واضافته من قبل الوزاره. فطبعا الوزاره بتدرس الاوراق، اول حاجه ان الحساب بتاعها بيبقى عالي جدا. مش عالي يعني، بس على الاقل ان هي عندها القدره ان هي تقدر تعمل المشروع، تقدر تصرف عليه من نفس من 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 منه فيه يعني. من ارادتها نفسها. الحاجه الثانيه ان رغبه الجمعيه لاضافه النفع العام لازم يكون لها رغبه انها عاوزه حته ارض او مشروع مسند من قبل الوزاره او المديريه مسند ليها من ضمن الاوراق دي. الحاجه الثانيه ان رغبه مجلس الاداره او مجلس الامناء بالنسبه للمؤسسه ان يكون ليهم الرغبه في اضافه صفه النفع العام. الاوراق دي تبقى مرفقه للوزاره بالاضافه على التقرير اللي المديريه بتعمل تقرير مالي وتقرير اجتماعي على كفاءه ونشاط الجمعيه. لو الجمعيه مش نشطه او الجمعيه مش كويسه من 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 بناء على التقرير المالي او التقرير الاجتماعي ما تقدرش بالظبط تديها. يعني لازم يكون التقرير المالي والتقرير الاجتماعي يكون مرضي. لو التقرير المالي والتقرير الاجتماعي مرضي هيتحط في الملف وبيتبعت الوزارة، وخلال بالظبط شهر او اسبوع او اسبوعين او الكلام ده على حسب بحث الملف بيجينا القرار. بيجي القرار اضافه صفه النفع العام بتاخده الجمعيه، ومن هذا القرار في امتيازات كتير للجمعيه وبتاخده. ان ممكن تقدم طلب للمحافظه اللي هو مجلس مدينه او الوحده المحليه المركز مدينه اسوان ان ليها رغبه تاخد حته ارض. الدوله برضو بتعمل حاجه كويسه جدا بالنسبه لاضافه النفع العام بالنسبه للجمعيه، ان ممكن تديها الارض ببلاش بدون مقابل. بس في مقابل ايه؟ ان على الاقل تعمل مشروعات تنميه تخدم النطاق الخاص بموضوع الجمعيه. صحيح. خصوصا المجتمع اللي معاه. حضرتك قلت في سياق كلامك كده انه الجمعيه لازم تكون نشطه. نشطة بمعنى ايه؟ يعني ايه جمعية نشطة؟ يعني بتعمل ايه بالظبط؟ اولا نشطة اول حاجة يكون عندها القدرة على ان هي تنفذ الاغراض اللي انشات من اجلها. ايه الاغراض؟ انا عندي الجمعية في بدايتها في محورين عندي. عندي محور ان هي حاجة اسمها ميادين، مجموعة ميادين، الميادين دي كل ميدان ليها النشاط. ان هي عندها القدرة على انها تقدر تنفذ الميادين والانشطة اللي هي انشات من اجلها اللي مدرجة عندي في لائحة النظام الاساسي. تمام. فدي حاجة اسمها ان الجمعية نشطة. الجمعية ما يكونش مثلا عندها جمعية حتى اكتر من 150 نشاط. بس ما عندهاش ولا نشاط فعلي. انا عندي في انشطة فعلية وفي عندي انشطة مدرجة عندي في اللائحة. النشاط الفعلي مثلا في جمعية عندها ميدان اسمها ميدان اسرة وطفولة. ده الميدان ده يدخل فيه نشاط الحضانة. ممكن يكون النشاط موجود في اللائحة بس ما عملناش حضانة. إنما الجمعية النشطة لا، عندك الميدان ده وعندك نشاط زي نشاط الحضانة. نشاط الحضانة دي بتخدم فئات كبيرة وبتجيب دخل نفسها للجمعية. طبعا بتجيب دخل للجمعية نفسها وبيبقى النشاط ليها سبب واحد. عشان اكتفاء ذاتي على الأقل يعني. الحاجة الثانية ممكن تعمل حاجة مركز تأهيل معاق معاها ترخيص ومعاها كذا ومعاها كذا، بس معاهاش مركز تأهيل معاق. لا طب إزاي؟ دي حاجة اسمها الأنشطة الفعلية. بيبان دي أنا عندي بيبان عندي في التقارير المالية والتقارير الفنية ان الجمعيه دي نشطه. في موجب هذا النشاط الكلام ده الوزاره بتدي اي حاجه لو عاوزه منحه عاوزه نفع عام بيبقى سهله وتديها الترخيص. طب اذا كنا بنعتبر ان هذه الخدمات اللي بتقدمها هذه الجمعيه للمواطن اللي محتاج الخدمه دي هيستفيد منها المواطن بشكل مباشر، ايه بقى المردود اللي هيعود على الجمعيه نفسها؟ اولا بالنسبه للجمعيه، الجمعيه اصلا انشئت عليه. الجمعية أنشأت على أن هي دي بالضبط جمعية لا تبغي الربح. الجمعية دي غير هادفة للربح. غير هادفة للربح. ولا غير هادفة للربح، ولا مثل جمعية عاوز نظام أسهم ولا نسبة استثمار ولا كذا ولا كذا، لا فيش أي حاجة. ما تهدفش للربح، وهي دورها أن هي دور مجتمعي ودور بالضبط خدمة المجتمع.
فهي ده دورها، ان انا اوصل للنطاق بتاعي ان انا اقبل خدمات مردوده باين على الناس، ده خلاص الهدف، ده الهدف العام بالنسبه للجمعيه. هدف هي بالظبط بتوصل ليه ويبقى مردود كويس جدا ومردود ممتاز. يعني لو حبينا نعرف ايه الفرق بين قانون الجمعيات 84 وقانون 49 لسنه 2019؟ قانون 149 لا، هو قانون 84 كان القانون، قانون 49 ادى نوع اريحيه بالنسبه للجمعيات. يعني هنعتبر 149 هو تطوير، تطوير طبعا وده اريحيه. يعني مثلا قانون 84 خلالك ان مجلس الاداره، مجلس الاداره ده بيعمل اسقاط، يعني مجلس الاداره يبقى موجود مثلا يعمل اسقاط كل سنتين، بيجدد بيشيل ناس ويجيب ناس، ممكن هم الناس عادي بس ما بيخليش، بس ادائهم كان جيد بيكمل بس لازم الاسقاط كل سنتين اسقاط كل ده. وبيبقى ايه ان يعني الفتره اللي هياخدها مثلا الاربع سنين اللي هياخدها لازم في اسقاط او انما ما هي صعبين. ادالك ايه؟ ادالك ان المجلس اول ما يبتدي المجلس بياخد الاربع سنين بدون نسخات. تمام. قانون 84 لازم المكان اللي هتقيم عليه الجمعية ليه نظام معين وليه معايير معينة وكلام ده ومساحات معينة وكلام ده، ان اكون متمشي مع النشاط والاغراض الموجودة. ممكن الجمعية مثلا لما المفروض عنديها انشطة كتيرة وكلام ده اقول لك لا انت على كد الانشطة بتاعتك، انما قانون 49 قال لك لا، انا لو انت مكان محدود تم تنشئ عليه جمعيه وبعد كده انت ونشاطك ومع نفسك تطور وتوسع نفسك. صحيح. ما نعملش قيود، خليها برضه في نوع من ايه الاريحيه. الاريحيه. تمام. طيب لو حبينا نتعرف بقى على الادارات ودورها. انا عندي بالنسبه في ادارات فنيه وادارات اجتماعيه. إدارات فنية هي دي أغلبية الإدارات بتبقى موجودة في مديرية التضامن الاجتماعي، الإدارات الفنية. عندنا إدارات اجتماعية جاية من الأنسمبل للمحامين، دي في أكثر من 12 إدارة فنية، 12 إدارة اجتماعية. الإدارات الاجتماعية دي، الإدارات الفنية بأي تشريع أو أي منشورات أو أي حاجة بتخاطب بها الإدارات الاجتماعية تقول له بالضبط على التطورات الموضوع إزاي. والإدارات الفنية مثلا في إدارة زي إدارة الجمعيات تروح تتابع الادارات الاجتماعيه وتشوف قسم الجمعيات اخباره ايه، مثلا الرقابه والمتابعه تروح تتابع الادارات بالنسبه للتنظيم الاداري والوضع ونظام الخطه والحاجات دي والكلام ده، خدمه مواطنين بالنسبه للشكاوي وبالنسبه للحاجات الخاصه موضوع الناس والاهالي والكلام ده برضو بتتابع الاداره الفنيه، بتتابع الادارات الاجتماعيه وبتديها نوع من الدعم الفني. نعم. طب لو حبينا برضو نتعرف على مسألة الربط مع الإدارة الفنية داخل المديرية. الربط بالإدارة الفنية مع الإدارة الاجتماعية والإدارة الفنية مع المديرية نفسها؟ مع المديرية نفسها. ما الإدارة الفنية دي موجودة أصلا في المديرية. يعتبر إن الإدارة الفنية برضو موجودة في المديرية وبالتابع برضو كشغل الناس والعملاء، إن في ناس برضو بتيجي عاوزة شغل خاص بموضوع الإدارة الفنية بتيجي المديرية بتاخد الخدمات بتاعتها. يعني زي عندنا إحنا إدارة زي إدارة الخدمة العامة، أغلبية المكلفات بالنسبة للخدمة العامة بيجوا للخدمة العامة بياخدوا بالضبط المكان المرشح بالنسبة ليه المكلفة، وبياخد بالضبط الإرشادات وكلام ده، وبعدين بتديها البيانات والأوراق الخاصة بموضوع المكلفة توديها للإدارة الاجتماعية. الإدارة الاجتماعية بتاخد الحاجة دي وتوديها للمكان اللي تم ترشيحه من قبل المديرية. صحيح. زي مثلا إدارة الجمعيات، إدارة الجمعيات بالنسبة للإشهار، إشهار الجمعيات، وبالنسبة للأوراق الخاصة بموضوع المنح، الأوراق الخاصة بموضوع النفع العام بتتقدم من خلال الإدارات الفنية. تمام. فالإدارات الفنية دي هي اللي هتبقى هي على اتصال مع الوزارة. بيبقى ليها اتصال مع الوزارة وبتبعت وبتخاطب الوزارة في الأمور الخاصة بمنح نفع عام، حاجات خاصة. يعني تبدو كما لو كانت عمود فقري في مديرية التضامن لا غنى عنه. بالظبط. برجع مرة تانية لضيفي الكريم. مشاهدينا الكرام، سؤالي دلوقتي عن دور الوحدات في تكافل وكرامة، وما أدراك بقى ما تكافل وكرامة؟ والله صراحة إحنا بالنسبة لتكافل وكرامة دور الوحدات ودور الإدارات الاجتماعية ودور الإدارات الفنية ودور التضامن الاجتماعي دور شديد جدا. في نفس الوقت
اللي انا عدد الموظفين بتاعي قل. انا بالنسبه للكفاله والكرامه يعني دي ليها يعني ليها معايير معينه يعني بالنسبه للكرامه خاص موضوع الكوميسيون والكشف الطبي والكلام ده كله اصلا مناسب عليه. ممكن اتكلمنا في حاله النهارده مع القيادات ان الكفاله والكرامه في حالات بتيجي مثلا تروح تقدم للوحده وبعدين بتعمل لها لجنه وبتعمل كوميسيون ليها وان ما فيش اي حاجه ان الحاله ما تحتاجش كفاله ولا كرامه وتتعمل زي تظلم ونفس القصه برضو ان ما تخش تاني ونتفاجئ مثلا بعديها بسنه واتنين تجيله بقى حاله مرضيه يتعب او كلام ده. فطبعا طول ما هو مر عليه اللي مرتين خلاص ما يخش تاني مع انه هو في اشد الحاجه مع انه هو دلوقتي في اشد الحاجه بتاعتها. ففي القيادات وعدونا ان شاء الله في نظره تاني يبقى في مرونه في النقطه في نظره تاني يبصوا على الحالات اللي زي دي وان شاء الله بيبقى ليها مردود خير باذن الله ويتعاد النظر في اللجنه تاني وياخد برضو كرامه للمواضيع دي. بالنسبه للتكافل اي اسره بتقول ومنطبق عليها الشروط والكلام ده لا تمام تاخد تكافل والتكافل ده يعني الكرامه لو واحد بياخد كرامه وبياخد مراته بتاخد تكافل لا ياخد الاثنين مع بعض كويس لان هو دي الكرامه خاصه بموضوع الحالات المرضيه والحالات دي اللي اشد احتياجا بالنسبه للمريض يعني فانه لو هو كده وبياخد برضه تكافل لا ممكن ياخد الاثنين مع بعض. طب خلينا نحط السؤال كده في المطلق يا استاذ عبد الحميد اللي هي مين الشخص اللي بتنطبق عليه تكافل وكرامه؟ مواصفاته ايه؟ هي لها معايير معينة يعني بالنسبة لتكافل الكرامة بالنسبة اللي هو طبعا لازم يكون مثل مريض باين يعني المعاق المريض بأمراض مزمنة الحالات البتر والحاجات يعني دي يقبل ليها دي الكرامة وكلام ده التكافل الإنسان اللي ما بيخش معاش ما يتقاضاش أي حاجة ما يتقاضاش أي دخل أو حيز زراعية أو رخصة أو حاجة كده بتكبر بالظبط المنظومة فيها كل حاجة الرقم القومي بين كل حاجة الأوراق دي بتكبر مرفقة وبياخد على أساسها طول ما منطبق على الشروط. طيب سؤالي الأخير لحضرتك وهو فيه يعني هنجمل كل الكلام اللي قلناه ده في كبسولة صغيرة بتقول إيه هو دور جمعيات المجتمع في تقديم الخدمة للمواطن المصري؟ ايه دور الجمعيات نعم. في تقديم الخدمه نعم. ما انا زي ما قلت لحضرتك ان الجمعيات انا عندي كجمعيات تتعدى 2000 جمعيه واخده اغلبيه مناطق اسوان من ابو سمبل لغايه محمل وزاره المحاميد الجمعيات بيبقى ليها دور كامل في موضوع تنميه التنميه المستدامه بالنسبه للاسر بالنسبه للجمعيات بتعمل حاجه اسمها المساعدات خاصه موضوع عامل اللجان كل جمعيه عامله حاجه اسمها لجان خاصه موضوع المساعدات اللجان ده موجب اللجان بتعمل حاجه اسمها توصيات بتاخدها بتاخد قرار مجلس الاداره ومجلس الامنه بالنسبه للمؤسسات والجمعيات برضو بتعمل زي حاجه مشروعات بتبقى ليها دور المشاريع دي زي ما قلت لحضرتك ان الجمعيات بيبقى ليها مشروعات ممكن تساعد برضو عدد كبير من الناس في مشروعات صغيره في جمعيات زي مؤسسه ام حبيبه عامله مبادره كبيره مع الجمعيات وعامله نظام مشروعات خاصه بالجمعيات دي والجمعيات دي عامله مقترح ودراسه جدوى على اساس ان برضه ام حبيبه بتساعد الجمعيات دي في التنميه المستدامه وتعمل مشاريع تخدم الناس بالكامل. بس اكيد استاذ عبد الحميد يعني الشخص اللي بيشتغل في المجال ده اللي هو بيقدم خدمه للمواطن بحب وبمراعاه لظروف الناس اللي قدامه بيتهيألي احنا محتاجين بشر بمواصفات معينه. ولا هو مش اي حد يعني في ناس ربنا سبحانه وتعالى الانسان اللي هو قادر يخدم وعنده استعداد يخدم وحابب يعني متفاعل مع مشاكل يعني الناس ربنا سبحانه وتعالى اختص ناس ربنا يكرمهم كده ليهم رغبه وليهم حب في واخدين الموضوع حابين يخدموا لهمش اي رغبه في شهره ولا مال ولا مكسب ذاتي ولا اي حاجه لا هم ليهم بالظبط ان هو اسعاد الاسره او اسعاد الغلبان او الفقير اغلبيتهم بيتعاملوا مع الاسر المهمشه او الاسر التعبانه او الاسر الفقيره
كبيره، هم بيقبل لهم مردود ربنا سبحانه وتعالى، بيجيب لهم بالضبط النظره الكويسه او نظره الحب، او ان انت تلقى واحد بيدعي لك بالخير، ان انت ساعدت اسره غلبانه في الحياه الصعبه دلوقتي. ربنا يوفقك استاذ عبد الحميد، شكرا جزيلا لحضرتك ونورتنا. شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك، وانا سعيد اصلا بوجودك. ربنا يخليك، شكرا جزيلا ليكم ايضا مشاهدينا الكرام في نهايه حلقتنا النهارده، وغدا باذن الله لقاء جديد.